مساء نشوفه الفل. هما سوا. لا لا لا، انت اللي هتقول لي الاول. انت لسه من شويه بتقول لي احساسي حاجه وامنيتي حاجه. احساسك ايه وامنيتك ايه الماتش بكره ان شاء الله؟ احساسي عندي احساس شديد انه راح تكون نتيجه 1-0 للترجي. حاجه تزعل. انا بتمنى انه تكون 2-0 للترجي، يعني الاثنين فوز للترجي يعني. طبعا مش خايف انه الترجي يتسجل فيه هدف في رادس، او امكانيه ان الاهلي يسجل هدف في رادس موجوده؟ الامكانيه موجوده، لكن الترجيح اكثر انه الترجي مش راح يحمل اي هدف. ارجح هو ترجيح، ما بقولش مستحيل. السؤال الاخراني بقى، تتوقع مين اللي يسجل؟ طالما انت كده كده متوقع الترجي يسجل، مين يسجل للترجي؟ مرياح. مرياح، مع ان مرياح هو اكتر واحد جمهور الترجي كان قلقان منه. انا قلقان منه، انا لسه قلقان منه، لكن هو اللي راح يسجل ان شاء الله. مش لا لا يا مسهل يا رب. صديق مساء الفل، توقعاتك لماتش بكره؟ توقعات مش نزل فيديو بعد التوقعات على حسب، انا هبعته شبكة الإذاعة. انت شوف عاوز. اولا انا هقطع الحته دي، شوف انت عاوز ينزل على اليوتيوب ولا ينزل على التلفزيون، عشان دي براحتك. امنيتي في الصفر، ولكن اتوقع انه تكون مباراه صعبه وتخلص 0-0. توقعاتك 0-0 وامنياتك 2-0. انا لسه افهم ايه موضوع 2-0 اللي في تونس ده، مفيش حد سابني في حالي لما اقول الترجي يكسب 2-0. ماشي يا مساء الفل. مساء، توقعاتك ايه؟ 2-0 للترجي. طب مين يسجل؟ يانساس ورودريجو. يانساس، انا نسيت اسالك، تتوقع مين يسجل؟ توقعت 0-0. لا، فانت قلت الامنيات. الامنيات اتوقع شعلالي ان شاء الله. مرياح برضه؟ لا، ده في حاجه مش صح. انا قلقان. مساء الفل. 2-1. 2-1. انا بالنسبه لي يعني احسن نتيجه سمعتها لغايه دلوقتي يعني. مين يسجل؟ رودريجو مرياح. طيب الان مين في فرقه الاهلي؟ شحات لولي عم حسين الشحات. نسيت اسالك، تقلق من مين في فرقة الأهلي؟ علي معلول. علي معلول. علي معلول. علي معلول. أنتم متفقين في علي معلول ومرياح؟ أنا أقول لك علي معلول، أول شيء علي معلول هو زي الهاتف، كل ما بتشحن كل ما بتيجي أكثر. حلو الوصف ده. ليش قلت لك مرياح هو راح يسجل؟ لأنه الأهلي راح يركز في الناحية الدفاعية على محاصرة رودريجو رودريغيز وعلى يانساس. لما تحاصر المهاجمين ووسط الميدان، المدافعين هم اللي يسجلون. تبقى كرة ثابتة. والمدافع مين اللي يسجل؟ المدافعين اللي عنا بصفة كبيرة هو مرياح. عجبني عجبني الموضوع ده. أنا عايز أسألك بقى سؤال، ناس كتير قوي قالت لي اسأله للتوانسة هناك. إيه سر التقدير المتبادل ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي الرياضي التونسي؟ ليه؟ يعني ليه العلاقه؟ انا نجاوبك. طبعا جاي لك. لانه اثنين احسن انديه في افريقيا، والعلاقه بينهم قديمه وطيبه، والماتشات يكون فيها روح، يكون فيها يعني نكهه خاصه. يعني لو كان المباراه بتاعنا اليوم ضد سان داونز او ضد مازيمبي، ما يكون فيه الروح اللي موجوده في مبارياتنا، مباريات اضرب البدري ومباريات. يا ساتر يا رب. يا ساتر. ان شاء الله تتكرر يا رب. الله. لا قول لي، اهلي وترجي ايه سر الاهلي وترجي؟ الاحترام المتبادل الشديد الموجود بينهم هو نتيجه التشابه كثير في هيكله الفريقين. الفريقين عندهم هيكله، وهذا اللي خلق في الفريقين روح رياضيه و التركيز على على النتائج، والتركيز على الاشياء الايجابيه، والتخلي على كل المظاهر السلبيه. وهذه نقطه تشابه بين الفريقين، انه درجه الوعي عاليه عند اللاعبين وعند الجماهير وعند الاداره. عجبني الكلام ده. اخر حاجه بقى، اخر حاجه، عشان انت اللي دبيت لي موضوع 2-0 ده من الاول. انت اللي سخنتهم بالموضوع ده. انت اللي وردت نفسك والله. اصل هو سخنكم كلكم على الموضوع ده. نفس السؤال بتاع الاهلي والترجي. الاحترام، شايف انا احترام كبير جدا من الجمهور التونسي للنادي الاهلي ده، بصراحه شيء مشرفني يعني. فعايزك بس تكلمني عن النقطه دي في عجاله كده. والله هيبه الفريقين هو اللي خليهم
مسيطرين في المباريات ويعني الإدارة القوية للفريقين هي اللي خلتهم يكونوا في السنين هذه كل ديما يوصلوا نهائي ويلعبوا مباريات قوية والفريق إن شاء الله الأهلي يكسب. لا آخر حاجة، ترجي في كأس العالم 2025 مبسوطين؟ بطبيعة كان تكمل زادة بالمبلغ اللي كانوا يحكيوا عليه. كنت عشمان في ملايين الملايين بس طلعوا 9 بس تقريبا، صح؟ الحمد لله خير من بخير. ان شاء الله خير، بالتوفيق. جود لك، ان شاء الله نكسبكم. مش هيرد. شوف انا طبعا اتمنى ان الترجي يكسب، لكن اهم شيء انه المستوى بتاع الروح الرياضيه والمستوى بتاع الفير بلاي يكون زي العاده زي ما عودونا. ان شاء الله ان شاء الله، وتشرفوا مصر في العوده باذن الله. حابب اقول لك حاجه، العلاقه بين الفريقين وبين الجماهير احسن دليل على هذا هو وجود كبيرنا اليوم وفرحتنا بوجود الله يخليك. يعني الناس المحترمه ديما تلقى ناس تحطها في راسها، لانه يعني يستحق التقدير ويستحق كل الشكر والثناء. انا عاجز عن الشكر، والله انا عاجز عن الشكر. مرحبا بك في بلادك، واحنا ان شاء الله نكونوا ايضا مرتاحين في انتوا تنوروا الدنيا، ومستنيينكم والله، مستنيينكم في مصر. الجايات اكثر من الرايحات ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه الفاينل، صور توقع نتاعك زيد. لا مش اصور انا بعدين. توقع نتاعك يلا بعد. انت بتصورني ولا بصور؟ ماشي خلاص يلا توقع. ماشي، انا هتوقع معاك. امسك كده يا عم. اهو انا بتوقع الماتش بكره دوت يخلص 1-1، واللي يسجل الترجي رودريجيز، واللي يسجل الاهلي وسام ابو علي. استرها علينا يا رب ان شاء الله، عشان عملنا مش ناقص بس كده.